ضخت الشركة القابضة للصناعات الغذائية أطنانا من السلع الأساسية وعلى رأسها اللحوم والدواجن بأسعار تنافسية في متناول محدود الدخل، وذلك تخفيفا عن كاهل المواطنين المقبلين على شراء مستلزماتهم قبل بداية العام الدراسي الجديد خلال أيام. فيما تواصل شركات القطاع العام التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية ضخ السلع بجميع فروع المجمعات الاستهلاكية والمعارض بمختلف محافظات الجمهورية. موجود أسعار عندنا تقل عن السوق الخارجي مش أقل من 25-30%، وتشكيلة ممتازة جدا. وانت عارف ان الشركة القابضة دلوقتي بقت تدقيقها اكتر ان الكواليتي بتاع المنتج يبقى ممتاز. عندنا لحم سوداني فريش بينزل لنا يوميا مش أقل من 4 شواء، عندنا السعر 285 أقل من السوق كله، وعندنا أجود أنواع فيها عرق فليتو، عرق تريبيانكو، وش فاغدة، السمانة، كل حاجة موجودة ومتوفرة بأمر الله. جودة اللحمة هنا كويسة جدا وممتازة، وبتفرق هنا عن بره حوالي 100 أو 120 جنيه.